مرحبا بكم في مداخن الساحرات، ومرحبا بكم في كابادوكيا. قمم بركانية انفجرت قبل ملايين السنين وأمطرت الجيرة والرماد البركاني الذي شكل أعمدة انتصبت على شكل منارات. اكتشف سكان المنطقة بأن الجيرة مادة سهلة الحفر، فأخذوا ينحتون لأنفسهم البيوت والكهوف والقصور والكنائس، وما زال البعض يستخدمها منازل ريفية حتى يومنا هذا. أحجار على شكل أعمدة تعلوها صخور تبدو شبيهة بعش الغراب، تكونت طبيعيا نتيجة لتأثيرات الرياح والعوامل الجوية في الصخور البركانية. هذه عجائب كابادوكيا فوق الأرض، لكن هناك معجزة أخرى تحت الأرض صنعها بعض البشر للاحتماء من قسوة وشرور البعض الآخر. اكتشفت هذه المدينة في ستينيات القرن الماضي عن طريق الصدفة، مدينة تحت الأرض يعود تاريخها إلى العصر البرونزي، لكنها اشتهرت ابان الفترة الإمبراطورية البيزنطية في القرنين السادس والسابع الميلاديين، عندما كان المسيحيون يختبئون في هذه الكهوف ومتاهاتها وأنفاقها هربا من الغزاة. ضمت المدينة نحو 20,000 شخص في بعض الحقب، ورغم أن عمرها يمتد لآلاف السنين فإنها مصممة بعبقرية شديدة جعلتها أكثر المدن تعقيدا في التصميم، حيث تحتوي على كل شيء يمكن أن تجده في أي مدينة أخرى، من أماكن دينية وممرات وقنوات للمياه وأبار ومنازل ومدارس ومقابر وحتى حظائر للحيوانات. تتكون المدينة من طبقات أو مستويات تحت الأرض، بلغ عدد المستويات التي اكتشفت منها نحو 18 طابقا، ومن المتوقع أن فيها مزيدا من المستويات لم تكتشف بعد، يعتقد بأن عمقها يصل إلى 200 متر. ما جعل المؤرخين يصفون المدينة بالمعجزة الحضارية، فالممرات التي حفرت في عمق الأرض لم تتعرض للانسداد ولا الهدم، فرغم مرور آلاف السنين على وجودها فإنها ما زالت تحتفظ بالمنازل والمطابخ والكنائس والممرات والقنوات كما كانت في الماضي.
كابادوكيا، الساعة 6:30 صباح يوم عادي. عشرات المناطيد تحلق مع شروق شمس كل يوم للاستمتاع بمشاهدة السحر وفرادة المكان من الجو، فعجائبه لا تظهر كاملة من الأرض كما تظهر من هنا. سكنها الفرس ثم الحيثيون وبعدهم الآشوريون، وخلال العصور الوسطى أي في العهد البيزنطي غزت هذه المنطقة العديد من القبائل التركية واستوطنت فيها، لذلك هي مدينة حافلة بالمشاهد الجيولوجية والتاريخية والحضارية معا. تمتد المدينة نحو 200 كيلومتر مربع، مليئة بالأخاديد والكهوف والقباب والأبراج التي تشبه الفطر، وفقط في كابادوكيا يمكنك أن تعيش في مغارة ولكن بخدمات فندقية. الخيول جزء أصيل من صورة كابادوكيا عبر العصور، فكابادوكيا اسم يوناني يعني أرض الخيول الجميلة، وعرفت منذ القدم بتربيتها للخيول والإتجار بها لاسيما في زمن الحروب. تغيرت الوجوه والمعتقدات والثقافات، لكن الخيول بقيت ثابتة عبر أزمان كابادوكيا المتنوعة. لكن جزءا آخر من الصورة لا يبدو متوافقا، فكابادوكيا تعطيك إحساسا بأنك في أرض قاحلة، وفي الوقت نفسه تجدها عامرة بالأشجار الخضراء المثمرة. والحقيقة أن كابادوكيا أرض زراعية خصبة، وفيرة الأمطار والثلوج وترتفع 1000 متر عن سطح البحر. تنتج العنب والبندق والكرز والتين والمشمش، لا شيء فيها يشبه الصحراء سوى تلك المساحات من الصخور والقمم البركانية المنتشرة هنا وهناك. وقد استعمل السكان كهوف المنطقة حتى اليوم في تخمير الخل وتجفيف الفواكه بطريقة طبيعية لتحافظ على المذاق الأصيل. تشيع كابادوكيا في نفسك الحنين للأحبة والأصدقاء، تقول في نفسك سأعود إليها يوما ما مع هذا أو ذاك لأشاركهم هذه الأوقات الاستثنائية. وإذا سألني أحد عن مكان المفضل في تركيا على الرغم من تنوع وجمال هذه البلاد، ستكون إجابتي سريعة وواضحة: كابادوكيا.